السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معي في هذا النهار. غادي نقدم لكم إن شاء الله واحد الوصفة جد رائعة، كتجي سهلة اقتصادية في نفس الوقت. عبارة على لاكيش، نديرها بالبطاطس أو البطاطا، كتجي جد شهية. نتمنى تنال الإعجاب ديالكم. هذا هو الشكل النهائي اللي غادي نحصلوا عليه. كما كتشوفوا الداخل كتجي جد رائعه، خاش كنستعملوا فيها حتى الفرماج، كتجي بنينه بزاف ومذاق ديالها رائع وسهله التطبيق. تبعوا معايا المقادير والطريقه، نتمنى تكون عند حسن الظن ديالكم وتجربوها على بركه الله. غادي نبداو في المقادير. كما كتشوفوا معايا هنايا، هذه المكونات بسيطه جدا، تحقيق التجربة. عندي هنايا بطاطا مسلوقه، مهم نص طياب ماشي كاع كامل نسلقوها، نخليها تتبتت شويه. عندي 4 تاع البصلات مشلضين مزيان، وعندي 6 تاع البيضات حارات المطبخ. وهنايا العطريه اللي غادي نستعملوها في هاد الكيش، فخوماج غابي وفرماج تاع لي ساندويتش. وهنايا عندي البات بريزي ولا البات فيتي كما بغيتو، كل واحد يستعمل اللي بغا. هادو هما المقادير تاع الوصفه. اول حاجه غادي ناخذها نديرها، غادي نطحن هاد البطاطا، ماشي نطحنها يعني نغابيها بحال الفرماج غابي، غادي تولي غابي نطحنها في هاد هكا كما كتشوفوا معايا. وحتى الكاشير حتى هو غادي نستعمل نفس الطريقه كما كتشوفوا هنا، يعني تجي هي ما طحنت انا ما سلقتهاش بزاف كما هاد الشكل. غادي نستمر هكا حتى كاع نطحنها تولي عندي غابي بحال الفرماج. والكاشير كذلك حتى هو غادي نستعملو نديرو نفس الطريقه. دوك غادي نمر ندير البصله، عندي 3 تاع البصلات حجم متوسط، غادي نقليهم هنايا في الزيت. درت هنا شويه د الزيت، عادي نخليهم يتشحروا مزيان مزيان، ونمر باش نطحن داك الكاشير حتى هو نديرو بحال غابي بحال الفرماج غابي بحال ديك البطاطا نفس الشكل كما كتشوفوا معايا. هكا تقدروا تحكوهم باي اي حكاكه عندكم تاع البصله ولا تاع الطماطيش اي وحده. عادي نستمر على هذه الطريقه حتى نكمل جميع الطحين تاع المكونات اللي عندي. ومن بعد غادي نمرو، بعد ما تقلينا البصله غادي نمرو باش ندير لها ديك العطريه اللي غادي نستعملها. كما قلت لكم اللي ما بغاش يدير كاشير يقدر يعوضو بالطون ولا يعوضو باي حاجه، مي مع الكاشير كتجي زوينه وبنينه. هنا من بعد ما تشحرت لي شويه البصله غادي ندير فيه ديك العطريه اللي غادي نستعملها هنايا، شويه حبه كحله بزار حمر خرقوم وشويه د الملح. صافي هادو هما المكونات اللي غادي نستعملهم هاد البصله. وخليها تشحر مزيان على خاطرها، وغادي نمرو باش غادي ناخدو المول باش غادي نفرشو فيه ديك البات بريزي ولا البات فويتي، كل واحد وشنو يختار. انا هاد النهار غادي نستعمل البات بريزي، وباغي يدير العجينة المورقة يديرها، كل واحد ولا اختيار يدير اللي بغا. كما كتشوفوا هنايا خديت هذا المول اللي كيتحل بكل سهولة في الجناب، غادي نفرش فيه هاد لاباط بريزي. نفرشوها ضروري نديرو حتى في الجناب لحقاش باش ديك المقادير والمكونات يعطيونا واحد الكمية هكا، لحقاش غيجيو عاليين باش ما تزلعناش الحشوة. كما كتشوفو هنايا خديت ديك الورقة وغادي نسرحها مزيان، ندير بها واحد يعني واحد الجرب يكون عالي كما كتشوفو هنايا باش الحشوة تعطينا واحد الكمية عالية، لحقاش استعملت هنا بزاف المقادير. غادي تجي الكيش ديالنا عامرة، تجي رائعة في المذاق، حتى شكلها كيجي زوين في الحقيقة. ما تمشيو فين، بقاو معايا باش تبعو نكملو الطريقه والحشوه.
هذه المرة درك من بعد ما صاوبت ديك لاباط، هذه هي انا البصلة ديالي من بعد ما تشحرات، وهنايا ديك البطاطا الكاشي اللي حكيتهم مزيان بحال الفرماج غابي كلش. غادي ناخدو هاد المكونات نخلطهم كاملين كما كتشوفوا معايا هنايا في الفيديو، نخلطهم كاملين ونحركهم بشي حاجة، ومن بعد غادي نفرش هنايا واحد الكمية، ماشي كاملة، نصف تاع الكمية، أغلبية تاع الكمية غادي نفرشها لتحت. من بعد ما خلطتهم والخليط انسجم مع بعضه بعض، ومن بعد غادي نمر باش غادي ندير هنايا في الوسط داك الفخوماج تاع لي ساندويتش، داك الفرماج المربع غادي نفرشو هنا في الوسط، كيعطي واحد المذاق رائع، في نفس الوقت كتجيبيه بنينة لاكيش كما كتشوفو هنايا. غادي نقلع داك الغلاف تاع الفرماج ونحسرحهم هكا، هاد الطريقة غادي نسرحها هكا باش تخلي لي واحد المكان باش نزيد ديك الحشوة اللي بقات لي مع البيض في الاخر. صافي دوكا من بعد ما صاوبتها غادي نمر باش غادي نضيفو البيض والفخوماج غابي في الاخر. صافي هذه هي الطريقة الأخيرة اللي غادي نعتمدو عليها. هنايا غادي نضيف البيض بطريقة عادية وسهلة، هي طريقة سهلة ولكن المذاق كيجي جد رائع في الحقيقة، جربوها. وحتى البطاطس كتجي في هاد البلا، في هاد الكيش كتجي رائعة جدا، المذاق الحقيقة كيجي مختلف وكيجي زوين. هيا من بعد ما خلطت كاع البيض نزيد وحدة اخرى كنت خليتها، المهم على حساب المكان باش نضيف شويه ديال الملح. غادي نخلط مزيان وغادي نضيفهم فوق ديك الطبقه الاولى وندير هكا شويه باش نحلها شويه الفرشات باش يدخل لنا ديك الحشوه حتى لداخل ديك الطبقه الاولى التحتانيه. ومن بعد في الاخر غادي نضيف الفرماج غابي و الى الفرن في الاخير. صافي دركا هنايا كملتها، غادي نضيف الفخوماج وندخلها مباشرة الى الفرن يكون سخون ونخلوها تطيب، ونتلاقاو من بعد باش تشوفوا الشكل النهائي ديالها من بعد ما تطيب. هي ما تطلبش يعني وقت طويل، نتلاقاو من بعد تشوفوا الشكل ديالها. هيا لاكيش ديالنا من بعد ما طابت، هذا هو الشكل النهائي نتاعها كما كتشوفوا، كتجي رائعه وكتجي محمره من الفوق وواحد القرمشه كتجي فوقها كتجي زوينه بزاف. هذا هو الشكل النهائي نتاعها. غادي نقلع هذا الجناب تاع المول، هذا هو الشكل ديالها كما راكم تشوفوا، جات زوينه حتى المذاق ديالها رائع، كتجي مقرقشه. هذا هو شكلها كما كتشوفوا معايا هنا في الفيديو، هذا هو الشكل النهائي نتاعها. نتمنى تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها. هذا هو الشكل ديالها لداخل من بعد ما قطعتها، كتجي جد رائعه البنات، والنكهه ديال الفرماج اللي كاين في الوسط كتجي ما تجيش ناشفه، كتجي واحد النكهه فيها تجي زوينه بزاف. ننصحكم جربوها، وانا متاكده كتنال تنال حسن الظن ديالكم، وعتبقى عندكم معتمده ان شاء الله. ولا عجبتكم الوصفه تاع اليوم ما تنساوش لي جيم ولي كومونتير والاشتراك في القناه، بارطاجيو، واللي ما اشترك في القناه نتمنى منكم الاشتراك فضلا وليس امرا، والى وصفة أخرى إن شاء الله بإذن الله. ألقاكم في رعاية الله وحفظه، مع السلامة على هذا الطبق، فرصة أخرى إن شاء الله.